أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. دعا محافظ تعز ورئيس اللجنة الأمنية جميع مكونات الجيش إلى توحيد الصفوف لمواصلة استكمال عملية تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي. جاء ذلك في برقية بعث بها المحافظ إلى العقيد أبو العباس يدعوه فيها إلى التراجع الفوري عن قرار خروجه من تعز ومواصلة جهود عملية تطبيع الحياة داخل المدينة. وأكد المحافظ أن حماية المواطنين وأسرهم وممتلكاتهم هي مسؤولية السلطة المحلية، مشيرا إلى أن كتائب أبو العباس ستظل مكونا من المكونات التي قاومت الميليشيا. وكان أبو العباس قد قرر الخروج بكافة أفراده وأسرهم من مدينة تعز. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما الذي يسعى إليه أبو العباس من وراء إعلان موسم الهجرة من تعز؟ ولماذا تعترض السلطة المحلية على مغادرة المدينة؟ وهل انتهى دور تيار أبو العباس ومخططاته في تعز؟ طالب القيادي السلفي المدعوم من الإمارات السلطة الشرعية بتأمين مغادرته من مدينة تعز. قرار أبو العباس هذا أثار حفيظة الكثيرين الذين يرون أن هذا الإعلان ربما يكون خلفه أمر، خصوصا وأن الرجل يريد إخراج الأسلحة التي بحوزته. اعتراض السلطة المحلية على هذا القرار وكذا المنطقة العسكرية الرابعة ربما هو سعي لتلافي تبعات معينة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ما حطت الحرب في تعز إلا لتبدأ من جديد، وما انتهى خلاف إلا ليبدأ آخر، وما أفرغ الناس من مشكلة إلا لينشغلوا بأخرى. إنها متوالية من اللا استقرار واجتراح الهموم لمدينة يراد لها إدمان الفوضى والعيش على ضفاف الخوف. كل حل أصبح مشكلة، وكل مشكلة تضيف لنفسها مزيدا من التعقيد. تلك هي النتيجة النهائية التي وصلت أو أوصلت إليها تعز وتعيشها الآن. أبو العباس وكتائبه أكثر من يجسد هذه المتوالية. تمرد الرجل على الجيش ودخل في صراع مباشر معه، وحينما اجتمعت تعز واتفقت على الحل الذي قضى بتسليم الرجل للمواقع التي كانت تحت سيطرته وافق، لكن موافقته على ما يبدو كانت بداية لشيء قادم فيه قليل من الغموض وكثير من التوجس. فالرجل الذي سلم مرغما بإرادة الدولة والأهالي أصدر أمس الأول مطالبة بتأمين الرحيل له ومن معه عن المدينة. يفهم الكثير أن وراء هذه المطالبة سعي ربما لاستعطاف الناس بتصوير أنه هاجر بعد أن ضاقت به المدينة ومن معه، وفي ذلك استدعاء لفكرة الهجرة في الموروث الإسلامي التي تحرص التيارات السلفية على إعادة تمثيلها كلما سنحت الفرصة لذلك. أما الواقع أن تعز كانت المدينة التي احتضنته حينما هجر فعلا. وأيا يكن، فما احتواه خطاب الرجل الموجه للسلطات الشرعية والتحالف العربي يؤكد أن الهجرة التي يسعى إليها ليست لوجه الله ورسوله كما هو في الأثر، بل لمآرب أخرى. هذه المآرب يعلمها يقينا أبو العباس ومن يقف معه ويخطط له. إذن مشاهدينا، في البداية أرحب بضيفي. سينضم إلينا من تعز الصحفية في الإدارة العامة للإعلام في تعز سيدة نهى الزيادي، وأرحب أيضا بالكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، مرحبا بكما. أبدأ مع السيدة نهى الزيادي. سيدة نهى، مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك سيدة نهى. يعني نتحدث اليوم عن خروج أو قرار أبو العباس بالخروج من مدينة تعز، وأيضا مطالبة السلطة المحلية له بالعدول عن هذا القرار. يعني لماذا تعترض السلطة المحلية على خروج أبو العباس من مدينة تعز؟ اعتراض السلطة المحلية اعتراض موفق، كون أبو العباس وأسره من هذه المدينة وهذه المحافظة، إذ من غير الممكن أن يتم مغادرتهم بهذه الطريقة. نعم. أبو العباس وأفراده هم من شاركوا بالدفاع عن هذه المدينة من الميليشيات، هم من جزء أساسي من الجيش، بالتحديد من اللواء 5000 مدرع.
نعم. أتى اعتراض السلطة المحلية لتثبت للجميع أنه لا يمكن التخلي عن أبناء المحافظة أولا، وعدم التخلي عن وظيفة كل شخص لدينها الدفاع على هذه المحافظة. نعم. إذ يتوجب على المحافظة السلطة المحلية حماية هؤلاء المدنيين، أقصد بأسر المقاتلين. نعم. وعلى المقاتلين التوجه إلى الجبهات بما أنهم مكون أساسي من الجيش. طيب دعينا نركز على نقطة محددة هنا، السلطة المحلية وأيضا الاشتباكات التي حدثت خلال الفترة الماضية كان بسبب أنه كما حدد أن أبو العباس وأفراده أو بعض الأفراد متمردين على أو صنفوا بالمتمردين، وتمت الحرب بينهم في المدينة خلال الفترات الماضية. اليوم قرار الخروج هو قرار شخصي اتخذه هذا الرجل، لماذا السلطة المحلية تصر على إبقائه في المدينة وهو إذا ما اعتبرنا القرار هو قرار يخصه؟ أولا دعني أوضح، هنالك تحدث خلافات ما بين رفقاء السلاح. نعم. إذ يتوجب ترتيب هذه الأمور، السلطة المحلية أو قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ستعمل على إعادة تنظيم وتوزيع انتشار الألوية العسكرية في الجبهات كلا على حسب المربعات العسكرية، هذا بداية. نعم. وتلتزم الحملة الأمنية المكونة من قوات الأمن العام، القوات الخاصة، المجد الشرطة العسكرية بتأمين المدينة، وإن عمل عن ذلك كان تدخل قوات الجيش باختصاص الأجهزة الأمنية. نعم. طيب حتى تحل المشاكل. ابقي معي سيدة نهى، سأذهب بالسؤال أو لأرحب أولا ب ضيفي السيد أحمد شوقي أحمد كاتب صحفي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي بشير. أهلا بك سيد أحمد، يعني نتحدث اليوم عن مسألة قرار أبو العباس مغادرة مدينة تعز ومطالبات السلطة المحلية له والمحافظ بالعدول عن هذا القرار. أولا كيف تقرأ مطالبة أبو العباس بتأمين خروجه من مدينة تعز؟ طبعا هو انا يعني حاولت خلال البارحه التواصل مع اكثر من طرف لفهم بعض الموضوع، ويعني حصلنا على معلومات من قبل بعض المحسوبين على ابو العباس بانهم تعرضوا لمضايقات في مناطق الجحمليه والجمهوري من قبل يعني الوحدات العسكريه التابعه للمحور واللواء 22 ميكا. نعم. وقد كان لديهم توجه مسبقا بالخروج من المدينه بسبب يعني عدم رغبتهم في استمرار في الصراع او تثمير الصراع الاهلي وحقن للدماء يعني سابقا. نعم. وتم اتخاذ هذا القرار بعد تردد، حيث انه وجدوا انه من غير الممكن البقاء في ظل يعني هذا الجو المحتقن والتحديات القائمه، وهي يبدو ان هناك يعني الصراع يعني اخذ بطن استقطابيا اكثر حده يوما بعد يوم، وهو يعني ما يشكل عبء على السكان، ونحن في بالفعل متخوفون من وجود قتال اهلي في المدينه يعني نحن كسكان. فبالتالي تم اتخاذ هذا القرار ويعني مغادره الجميع، وحينما سالنا حول انه ما الداعي يعني اذا كانوا السلفيين قد قرروا الهجره مثلا بقياده ابو العباس، فما الداعي لخروج باقي الافراد من ابناء تعز من سكان المدينه القديمه؟ نعم. فتم الرد علينا بان هؤلاء ايضا السلفيين هؤلاء ايضا هم من ابناء المدينه، هم من ابناء المدينه القديمه وهم من ابناء تعز وليسوا من خارجها اصلا، وبالتالي فالتهديد يشعرون يعني بان التهديد يشمل الجميع سواء كانوا من هم من السلفيين او من هم من قوات ابو العباس من افراده من ابناء المدينه القديمه. طيب سيد أحمد، هنا نقطة نود التركيز عليها، يعني بالنسبة للسلطة المحلية والمواجهات التي تمت يعني ما بين الجيش وأفراد كتائب أبو العباس، يعني كان سبب هذه المواجهات أنه تم يعني تحديد هؤلاء الأفراد بالمتمردين وأيضا
يعني المواجهات تمت بإشراف من السلطة المحلية، يعني يتم تصنيفهم مسبقا متمردين، وحينما قرروا المغادرة تذهب السلطة المحلية للمطالبة بالعدول عن هذا القرار، كيف تنظر إلى هذا الجانب؟ من الذي صنفهم كمتمردين؟ يعني في خلال المواجهات السابقة كانوا على أساس أن الجيش يواجه متمردين داخل المدينة. من الذي صنفهم كمتمردين؟ يعني أجب على هذا السؤال أنت. إذا كان تتحدث عن مواقف رسمية سواء سلطة محلية أو قوات جيش أو غيره، يعني بشكل رسمي لا يوجد أي بيان رسمي يصف أبو العباس ومجموعة كتائبه بأنهم متمردين. وإذا كنا نتحدث عن إعلام حزبي أو سياسي يعني صاحب العملية الأمنية ويساهم في يعني بث الكراهية وفي فرز ويعني محتقن يعني عند المجتمع وعند الناس، هذا موضوع آخر. نحن نلاحظ أن منذ البارحة أن أكثر المنزعجين من مسألة خروج أبو العباس هم يعني الطرف الذي يتهمه أبو العباس أو هو يتهم أبو العباس بأنه يعني يشيله العدة، سواء يعني كان الإصلاح مثلا كترى هو يعني شطاره البارحة كان أكثر الناس متمردين وأكثر الناس تربشا من خروج أبو العباس وأكثر الناس رفضا. سالم البارحة كان رافضا لخروج أبو العباس، اللجنة الرئاسية يعني بقيادته كانت رافضة لخروج أبو العباس، المحافظ أيضا كان يعني مسؤولية داخل المدينة، هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأنه خروج أبو العباس يؤدي إلى يعني وجود سارة حتى لو كان خروج بريئا يعني بدون تشكيل أي قوات خارج المحافظة أو أنه عدم الدخول أو الانخراط في أي مشروع آخر. في نفس الوقت اصلا خروجه البريء المحض الذي هو بقصد يعني التحول الى طلاب علم او القتال في اي جهه، نفس هذا الخروج سيسبب سارات مستقبليه، سيسبب حاله من الكراهيه، حاله من عدم الثقه، حاله من الشعور بالغضب، حاله من الشعور بالضيق. وبالتالي كان لابد من اننا نحافظ على التعارف داخل المدينه. ابو العباس ليس سلفيا متطرفا او ارهابيا كما يصور للراي العام. هناك بعض هو مصنف سيد احمد، هو مصنف بالاساس. نعم مصنف من قبل الولايات المتحده الامريكيه لكنه له صوت من قبل المجتمع. نحن نتحدث الان ان هناك بعض العصابات الخارجه عن القانون، هناك بعض المطلوبين الامنيه، ونطالب الجهات الامنيه بان تحدد بكشف معلن من هم هؤلاء المطلوبين عن القانون بحيث ان يتعاون جميع القبض عليهم. هناك يعني ليس من دين الله الى نهايه عام 2000 او الى عام 90 تقريبا وهو مصنف ارهابي. يعني هناك عدد من الزعماء العالميين الذين اصبحوا من رواد السلام هم كانوا مصنفين في قائمه الولايات المتحده كارهابيين. فالاخذ بهذه النقطه دون الاخذ بالبعد الاجتماعي الذي هو موجود داخل المدينه، هذا اعتقد انه امر خاطئ. واذا كان يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي يعني اشجع على خروج ابو العباس وخروج مجموعته من داخل المدينه سواء بسلاح او بدون سلاح، ولكي يعني بحيث انه المواجهه تبقى صريحه، لا يعني نستخدم الجانب الاجتماعي او مكونات المجتمع في هذا الحدث، في هذا السجال الغير الواضح. الشيء الاخر ان التذبذب هو واضح ايضا كما قلت لك في الخطاب الاعلامي، يعني خلال الفترات الماضيه تم التحدث عن كون البث هذا ارهابي وقد مجموعات ارهابيه وانهم متطرفين وقتله. جميل. امس يقول قالوا كيف يخرج من تعز بدون ما ياخذ اوامره من اللي اكبر منه من في الجيش. تمام، انت تصفهم انهم ميليشيات ثم تطالبهم بان يكونوا جيش، يعني هذا شيء مش منطقي، يجب ان يكون خطابك يعني واضح في هذا الموضوع. طيب ساعود اليك، ساعود اليك احمد. المحافظه على قيمه التعايش في المحافظه، لانه اذا هدمت قيمه التعايش في تعز فسندخل في حاله القتال الاهلي، يعلم الله كيف سيكون شكلها واذا متى سيكون مداها. طيب سأعود إليك سيد أحمد لأكمل من هذه النقطة، ولكن سأذهب للسيدة نهى الزيادي. يعني سيدة نهى، في حال أن غادر أبو العباس أو تمت المغادرة من المدينة، هل سيتحقق الاستقرار في المدينة؟ أولا ما هو نوع المغادرة؟ هل يتم مغادرة الأفراد مع أسرهم سيكون استقرار داخل المدينة؟ هذا بالعكس سيؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي. الأوامر تقضي فقط بمغادرة قوات الجيش الوطني أو المكونات والألوية إلى الجبهات التي سيتم تحديدها، وكل مربع وكل جبهة لحماية المدينة وحدود المدينة.
أما غير ذلك لا أظن أنه سيحقق أمن واستقرار، بل سيحقق تفكك النسيج الاجتماعي. اليوم سيغادر أبو العباس كالسلفيين مثلا، غدا سيتم مغادرة الصوفيين، بعد غد سيتم مغادرة حزب معين وهكذا. لمن ستبقى المدينة؟ طيب يعني قرار المغادرة أنت تنظري إلى الأمر أنه مبالغ فيه ولا يوجد هناك ما يستدعي المغادرة يعني التي ذكرها أبو العباس؟ في بيانه أعتقد أنكم اطلعتم على بيانه أنه يقول هنالك عدد من المضايقات. نعم طيب وما الحل يعني إذا كان أما أنا أقول حدث في الأيام السابقة فقط هناك تحدث خلافات بين رفقاء السلاح على القيادات حلها. نعم يعني نحن سمعنا حديث كثير في السابق أنه يتم خروج كتائب أبو العباس إلى الكدحة وخروج لواء 22 ميكا إلى الجبهة الشرقية والشمالية، لكن ما أفضت عنه أو ما أفضى عنه هذا الحديث هو مواجهات داخل المدينة. يعني اليوم قرار هذا الرجل يعني في المغادرة هل يعني سيشكل حل لمشكلة الفلتان الأمني الحاصل داخل المدينة، وهل الحق للسلطة الشرعية أن تعترض على قرار شخصي اتخذه أبو العباس وجماعته في المغادرة؟ يجب على السلطة المحلية أولا أن كيف ليس من حقها؟ السلطة المحلية هي المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية. نعم. من حقه أن يعترض، أن يبقي من يريد وغير ذلك. وكما قلت وهو أيضا يمثل رئيس المحافظة، هذه المحافظة لجميع أبناء تعز. نعم. طيب إذا كما قلنا حدثت حدثت اشتباكات واختلافات في الرأي. إذا لحل هذه الاختلافات لاستقرار تعز يجب مغادرة الجيش إلى المربعات التي تم تحديدها. يعني في هذه المسألة هل التزم الطرفان بهذا الأمر وبالتالي يعني مسألة المغادرة هو أمر مبالغ فيه بحيث أنه يعني قد حلت المشكلة ومسألة خروج العناصر المسلحة من المدينة وأبو العباس يستخدم هذه النقطة لإثارة البلبلة أكثر؟ عفوا لا أسميها عناصر مسلحة، نحن نتكلم فقط عن وجود جيش وطني. الجيش الوطني في مواجهاته مع عناصر مسلحة داخل المدينة، هو لا يعقل أن الجيش الوطني يشتبك فيما بينه البين. يعني عفوا وجود الجيش الوطني داخل المدينه كان لحمايتها، واحنا نحن نعلم جميعا ان الميليشيات الحوثيه وصلت الى داخل المدينه. نعم هذا اولا، وجودهم ليس وجود عناصر مسلحه، لا توجد عناصر. طيب الاشتباكات الاخيره بين من ومن؟ الاشتباكات كما قلت لك هنالك خلافات بين قوات الجيش ومكوناته والويه داخل تعز. الآن نحن نعمل على إعادة تنظيم وتوزيع وانتشار الألوية هذه داخل الجبهات لتحل هذه المشاكل. نعم إذن وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا. السيدة نهى الزيادية صحفية في الإدارة العامة للإعلام. أعود لضيفي أحمد الكاتب أحمد شوقي. أحمد سيد أحمد، إذا ما تحدثنا عن جماعة أبو العباس وتأثير قرار المغادرة على معركة تحرير هذه المدينة، يعني ما الثقل الذي يمثله أبو العباس داخل مدينة تعز وعلى مسألة المقاومة على وجه التحديد؟ أبو العباس يقود مجموعة من الجنود، يعني قدرت عددهم ب 2200 إلى 2400 مقاتل في الجهة الشرقية وفي جبهة الكدحة. نعم. أعتقد أن هناك يعني العنصر المهم في مسألة أبو العباس وقضية أبو العباس برمتها سواء كقائد مثلا أو كمقاتل. نعم. هو أن أغلب عناصر المقاتلة معهم 90% منها هم من سكان المدينة القديمة، وبالتالي هنا عملية الهجرات تكون مضرة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى السكاني وعلى مستوى الديموغرافية أولا، ثم تكون مضرة على مستوى الجانب القتالي والجانب المسلح. كون سكان المدينة القديمة الذين منخرطين يعني ضمن قوة أبو العباس هم يقاتلون دفاعا عن بيوتهم. نعم. وبالتالي كان يعني الميزة التي حصل عليها أبو العباس خلال الفترة الماضية هذه والشهرة والحضور هو بكونه يقود مجموعة من أبناء الأحياء التي هي يعني منطقته حيه
لابناء احيائه بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينيه والسياسيه والايديولوجيه وغيرها في معركه الدفاع عن منازلهم. فخروج هؤلاء من هذه المنطقه بالتاكيد سيشكل خلل كبير جدا، خصوصا وان وضع القوات المسلحه الان والجيش غير جاهزه بشكل كامل. انما اذا كان هناك مثلا نيه لاخراج القوات المسلحه من داخل، يعني اول حاجه انه يتم جمع القوائم الالويه العسكريه، لان هناك الكثير من المتسربين من الدوام في الجيش، وهناك ايضا بعض يعني المسجلين على الكشوفات ولكنهم غير حاضرين على الميدان. يتم جمع القوى العسكريه واعاده تاهيلها، وبالتالي يتم مثلا ترك كتيبتين او ثلاثه في كل منطقه، مثلا جهه مثلا في الجهه الشرقيه من المدينه يكون كتيبتين، في الجهه الشماليه كتيبتين، في الجهه الغربيه كتيبتين، في الجهه الجنوبيه كتيبتين، وتنتقل العسكري الالويه باعتادها بسلاحها الى خارج المدينه في المناطق التي تعتبر مسار عملياتها، مثلا اللواء 117 يتجه باتجاه الساحل ويعني الجرح وغيرها في حيث تسيطر يعني القوات الشرعيه، ويبدا معركه التحرير من هناك. ويتجه اللواء 22 الى الشريقه مثلا او على حدود لحج، وبحيث انه يبدا معركه التحرير من هناك. وينتقل اللواء مثلا 35 الى ريف تعز الحضريه مثلا، ويبدا معركه التحرير من هناك او حيفان. وبالتالي تبدا القوات العسكريه والامنيه العسكريه تحرر مسارح عمليتها، وهذا هو التحرير الطبيعي. اما ان نقود معركه التحرر من داخل المدينه، اعتقد انه هذا في العراق العسكريه غير مقبول، وهذا واهم لانه المدينه محاصره، وبالتالي يجب كسر الحصار من الخارج وليس من الداخل. طيب احمد، بشكل مختصر يعني هنا سؤال اخير، يعني انت تحدثت عن تواصل مع جماعات او اشخاص مقربين من ابو العباس في مساله المغادره، يعني هل لمستم ان هذا القرار يعني يحمل جديه كبيره، ام انه يعني هي فقط وسيله يعني النظر لطريقه تعامل السلطه المحليه مع قرار كهذا؟ في الحقيقه انا يعني من تواصلت معهم ليس يعني لديهم ليسوا اصحاب قرار يعني بين ابو العباس، وبالتالي لا يمكن ان يشوف المرء من كلامهم مدى جديه هذا القرار ام لا. نعم. ولكن اعتقد ان اذا خرجنا نحن واذا صنعنا فرصه الان من خلال هذا الموضوع بحيث ان يلزم الجميع تسليم ما لديهم من المنشات. ابو العباس لديه موقعين استراتيجيين هامين، هما قناه القاهره والامن السياسي، وقد قام بتسليمهما. ايضا مثلا اللواء 22 لديه اربعه او خمسه مواقع استراتيجيه مهمه جدا، وتقع في وسط المدينه وليست لها قصدي مثلا اهميه عسكريه في القتال مع الميليشيات الفرنسيه كونها داخل المدينه. والى الان المرفق الاول لم يتم تسليمه بشكل كامل، اللي هو نادي تعز السياحي، وتوقفت عمل الترميمات اليوم بطلب عدم تسليم باقي النادي. فاقصد اذا تم اذا يعني استفدنا مثلا من خلال هذا نقول الحنق او الدعاء او سميه ما شئت يعني، بحيث انه الجميع يقف على ارضيه واحده ونعيش بناء الثقه مع بعضنا البعض، ونعيش مصالحه القوات المختلفه يعني مع بعضها، ونحدد من هي العناصر الخارجيه على القانون؟ من هم العناصر الارهابيين الذين هم محددين؟ انت المحافظ اتخذ قرار جيد بمساله يعني ان تنسحب قوات المحور وقوات اللواء 22 من الجهه الشرقيه من المدينه، وتقف هناك الجهات الامنيه، القوات الخاصه، القوات النبذه وغيرها من القوات العسكريه الامنيه، بحيث ان تقوم بعمليه مظاهره المطلوبين هي بنفسها، وبحيث ان تقوم اداره الامن، ويجب على اداره الامن ان تحدد قائمه بالمقبوضين مع التهم المنسوبه اليهم، يجب ان تكشف لنا نتائج التحقيقات في القضايا التي تم طرحها مسبقا. كشف القضايا بشكل عام وبشكل مروع كما هو الحال الان يستخدم في حسابات سياسيه، في توضيح سياسي لتصفيه الحسابات، ونحن جميع المختلفين تقريبا هم ابناء المدينه، ويبقى معنا شله من الذين هم مجرمين، وهؤلاء مجرمين اصلا، وبالتالي يجب على ابناء المدينه ان لا يختلفوا فيما بينهم حول هؤلاء المجرمين. وضحت الصوره، اشكرك احمد. اتفاق من الجميع على ملاحقتهم وعلى مقاضاتهم. اشكرك سيد احمد شوقي، احمد الكاتب الصحفي، كنت معنا من تعز، ورحب بضيفي ايضا من تعز استاذ العلوم السياسيه بجامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور، يعني كيف تقرا الخروج المفاجئ لكتائب ابو العباس من مدينه تعز، وما دلاله التوقيت؟ انا لا استطيع اقرا حدثا لم يتم بعد، هو ما هو موجود امامنا هو اعلان النيه على الخروج، لكن الخروج لم يتم بعد، وهل هذا الاعلان سيتم فعلا ام هو مناوره او
قص النبض والتعليم الصادر من قيادة قتادة بن عباس إذا فهمناه إيجابيا فهو يعني إعلانه إبداء الاستعداد للخروج وفق الخطة التي يزرع الجيش بإخراج القوات المسلحة وإعادة انتشارها وتموضعات الجبهة. نعم. وهذا شيء جيد، ولكن إذا فهمناه من معه أن يخرجوا عائلتهم إذا شاءوا، فالإنسان يستطيع يسكن بصنعاء، بحليدة، بتهامة، بأي قرية، لكن الخروج الكلي بمعنى إعادة الانتشار هذا ليس من اختصاص ابن عباس. ابن عباس قائد ميداني مثله مثل أي قائد دون قيادة اللواء، ليس هو المعني بتقرير إعادة الانتشار. إعادة الانتشار والتموضع للجيش في الجبهات هذا من اختصاص قيادة الجيش، قيادة المحور، قيادة المنطقة الرابعة. نعم. لا ينبغي أن نستعجل في قراءة أحداث لم تتبعت، ولا ينبغي أن نقرأ أيضا بصورة سلبية نربك المشهد ونخلق أحداث نحن في غنى عنها. يعني نحن كل ما بني على يعني معلومات وبيانات، يعني هناك بيان لأبو العباس وأيضا هناك بيان للسلطة المحلية والمحافظ، يعني كيف يفهم أن يعلن أبو العباس في بداية الأمر أنه متمرد ومن ثم بعد ذلك يتم الاعتراض على قرار اتخذه بنفسه في مغادرة المدينة؟ نحن الآن نتكلم عن كلام بيان أو تعليم صدر من أبي العباس قابله تعليم من جهة أخرى من السلطة المحلية، وبالتالي لا يوجد فعل يمكن البناء عليه. ستبنى أفعال على هذه البيانات، يعني نحن ننظر إلى هذه البيانات التي ستبنى عليها أفعال، يعني ماذا وراءها؟ لا نستطيع أن نتحدث عن أحداث افتراضية، يعني هو هل الإعلان هذا سينفذ فعلا وبأي سياق؟ نعم. أنا قلت بإمكان أبي العباس أو أي جنود ممكن من إلهي أن يخرجوا عوائلهم إلى التربة أو عدن أو إلى أي مكان، هذا حقهم الشخصي، لكن إعادة انتشار نتكلم عن أفعال هي ما زالت في قيد الاستيراد. نعم. ما ذكرته في سؤالك بأن النظر إلى أبي العباس باعتباره متمردًا، هناك غضب شعبي من تصرفات أبي العباس، لكن لا وجود لقرار رسمي من جهة رسمية تعتبر أبي العباس متمرد، لكن هناك تصنيف على أنه إرهابي من قبل الإمارات والسعودية والبيت الأبيض واشنطن، وهذا لم يؤثر على تعامل الناس معه باعتباره رفيق سلاح في النضال ضد الحوثي، وقد نجحت تعز بعدم الانجرار الى الانقسام نحو هذا الايحاء الخارجي، لانه لا يمكن ان تنظر الى من هو رفيقك السلاح باعتباره ارهابي الا بادله وبراهين، واذا كان لديهم ادله وبراهين مفترض ان يطلبوا من السلطه الشرعيه تسليمه، لم يطلب من السلطه الشرعيه لا تسليمه ولا التحقيق معه، وبالتالي هو مجرد بيانات، لأنه الأفعال السيئة المنسوبة إلى أناس يحتمون به أو يقعون في سياقه الجغرافي ليس هو وحده فقط من يحتوي مثل هذه العناصر الخارجة عن القانون، العناصر الخارجة عن القانون تم دخولها في المقاومة في بداية الأمر على حين غفلة باختراقات لجميع الألوية، وبالتالي في جميع الألوية يوجد عناصر مدسوسة وتمارس الانحراف الإجرامي وهي متهمة، ولا ينبغي أن نوجه فقط في هذا باتجاه واحد، هناك باللواء فلان واللواء كذا وبالمنطقة كذا والمنطقة كذا، هناك عناصر تمارس السلب والاختيال والقتل والارتزاق، ولا ينبغي أن ننظر إلى المشهد بشكل كامل، لا ينبغي أن نؤدي النزاع بين فريقين لنعود لنطحن بعضنا بعضا دون مبرر، لكن توجيه السياسة تجاه المجرمين بعينهم هذا معقول، وينبغي أن نتعاطى معه على هذا الأساس باعتبار الجريمة عينية أي شخصية، كل مجرم يتساءل بإجرامه، لكن لا نستطيع أن نتكلم عن ألوية أو عن كتائب أو عن مجاميع باعتبارها مجرمة كلية أو متمردة. عندما يصدر قرار من الجيش لابن عباس على نحو ما وتم رفضه على نوع وراء الجيش بالضبط على العباس الاعتذار يتمرد، لكن هذا لم يحصل بعد. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا
من تعز. وفي الختام أيضا أشكر ضيوفي أحمد شوقي أحمد الكاتب الصحفي كان معنا من تعز، والشكر أيضا للسيدة نهى الزيادي الصحفية في الإدارة العامة للإعلام في تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.